لون شعري الأحمر هويتي، بس عشان أحافظ على اللون الأحمر لازم أصبغ بشكل مستمر، وهذا الشيء خلى شعري بدأ ينعدم. فهنا قلت للصبغة خلاص، لين ما جرب قوليا بقوة 60% من الزيوت خالية من الأمونيا. وأخيراً قدرت أرجع لون شعري الأحمر، لقيت اللون حلو وواضح وما في تلف. صبغة بعد صبغة شعري أجمل وأكثر لمعان. جربي أوليا، صبغة دائمة خالية من الأمونيا، طبيعي من غارنييه.